تركت سنتين تقريبا. لا مو هيكت اقل شويه. مو هيكت اقل. وراها رجعت وراها قررت انه لازم اواجه الموضوع. انا عندي كان العقبه هي يعني امي وابويا يعني هم اللي كانوا رافضين، والا انا ما يهمني انه ناس يعني مع احتراماتي للناس ما يهمني انه اكو ناس ما راح يقبلون، مو انا ما عايش على موت يقبلون بعض الناس يعني لا انا هاي حياتي اللي يريد يقبل يعني اهلا وسهلا، اللي ما يقبل هم اهلا وسهلا. شنو يعني كان اعتراض الاهل؟ اعتراض من ناحية عرفية ومن ناحية ناس وانه ايش راح يقولون وكذا وهيك. قلت لهم ما لنا علاقة باللي يقولون، لانه اليوم اللي ديبوق واللي دي يسوي اشياء مو زينة واللي دي يشي على الناس واللي ما لنا علاقة به، احنا كعائلة ما فد يوم مدخلين بشؤون احد، فما حد له حق ليش احد يجي يدخل بشؤوننا يعني. انتم اذا هذا الموضوع ف يعني ما اعتقد اكو مشكلة بعد ثانية. واذا على موضوع رب العالمين فرب العالمين اليوم يرزق حتى الملحدين ويرزق حتى البوذيين اللي ما يعترفون به بوجوده. أنا هذا موضوعهم حتى الناس يعرفون أنه هو مو هيك الدين، مو أنت تجي بكيفك يعني، أنت ما عندك وكالة ولا أنت سكرتير لرب العالمين أنه تجي تقول على هذا تحرم والله هاي السوء عاقبة، أنا والله أنت اللي صار بك سوء عاقبة. على شنو سوء عاقبة حبيبي؟ أنا بالعكس، أنت أول شيء أنت اهتم بنفسك واهتم بعاقبتك، لأنه اليوم ما حد يتحاسب، ما حد يعني يتحاسب على أعمال غيره، مستحيل طبعًا. أو على أخطاء غيره، صح ولا لا؟ أكيد. فأنت مفروض تهتم بنفسك وتهتم بشؤونك، واليوم الدين مو مثل ما أنت ترسم، مو هو هيك إنه أنا لا طمون، لا مو هيك، ولا أهداف الدين هيك، مو هيك يعني. زين شلون اقتنعوا بالنهاية؟ اقتنعوا، قلت لهم أنا أنتم مربيني صح وأنا خلوق يعني قعدت وياهم قعدت طبعاً وأنا خلوق وما راح أطلع عن الطريق ولا راح أسوي فد شيء مو زين يعني. بدليل أن حتى الفن اللي أقدمه يعني يعني أرد أكون حريص ويعني قدر الإمكان إنه أقدم فن محترم يعني ما يكون فن بإسفاف يعني. شنو كانت ويكون هادف على الأقل يعني. نزلتها كل اللي نزل الأغاني كلهن يعني ما كان بودين ينزلن. ليش؟ يعني ما عدا الأغنية الوطنية يعني. بس بصراحة لأنه أنا يعني أكو أشياء أهداف أنا راسمها وندا أمشي عليها. بس الأهداف هذه إذا مو شركات إنتاج ما ترهم، إنه اليوم الموضوع مكلف جدا إنه واحد واحدة ما يقدر. من أول يعني واحد سمع لك أغنية من محيطك؟ يعني هو ترى ما كان أكو فرق يعني حتى يجي يسمعني بالأغاني، هو ترى ما أكو فرق يعني. الفرق إنه بس كان الكلام ديني، وإلا هي نفس الأدوات ونفس الإيقاعات نفس الإيقاعات ونفس الموزعين اللي هم نفسهم دا يشتغلوا يوم اليوم كانوا نفسهم يوزعونا شغلنا. فالفرق هو بس كان الكلام باعتبار هو الموضوع ديني وهذا بس اللي يميز كان الشغل، وشوية احنا كنا نقلل الميوزك اللي موجود بالتوزيع وهذا الأكثر والأقل.